لما كنت أدرس مرحلة البكالوريوس كنت ميالة لقسم الحيوان، لمواد الحيوان، متخرجة أحياء عامة بس كنت ميالة لمواد الحيوان أكثر. ولما قررنا نبدأ الماجستير كان رئيس القسم دكتور نبيه باعشن أقنعني أن أكمل وراثة. كنت ما عندي مانع أكمل وراثة بس على شرط أن أشتغل حيوان. وهو قال لي أنا ما عندي مانع أشغلك حيوان بس أشغلك على الحيوان لما تكمل دكتوراه، في الماجستير حتشتغل نبات. قلت له لا معلش ما أبغى أكمل أي شيء ثاني. قال لي طب إيش رأيك تكملي طفيليات؟ قلت له ما درستها، أنا ما كنت درستها في المواد، تخرجت من غير ما أدرس طفيليات، كانت مادة اختيارية. قال لي ما يهمني مشكلة درسيها أثناء الماجستير. دحين جايتنا دكتورة جديدة متعاقدة طبعا دكتورة تحية عبد العال الله يذكرها بالخير، وتاخذي معها طفيليات. قلت له طيب. درست الطفيليات وكملت في الطفيليات وأصبحت هذه المادة وهذا التخصص عشقي الآن. في الطفيليات الدكتورة تحية عبد العال اشتغلت على تريماتودا أسماك البحر الأحمر، بس هي كانت تشتغل عليها في مصر. فلما جات هنا عندنا قالت لي ايش رايك تشتغلي عليها ونعمل دراسة مقارنة بين السعودية وبين مصر. أنا طبعا ما عندي مانع لأن أنا جديدة في المجال يعني. قلت له أوكي ما عندي مانع. فكانت الدراسة جدا صعبة لأنه كانت تتطلب مني أجيب السمك طازج وأجيبه بداية الأسبوع وأشرحه وأخذ أمعاه وأحطه في الثلاجة وأتصدق بالسمك، لكن أشتغل على الأمعاء فقط أحطها في الثلاجة. أول يوم وثاني يوم أستحمل الريحة بس آخر الأسبوع ما أستحمل. فبديت تعودت على هذا الموضوع مع أنه كلية العلوم كانت تقلب ريحتها من شغل السمك. أجمع الديدان وصعوبة صراحة تجميع الديدان مو شيء سهل، وأحطها وأصبغها وأحفظها في شريحة وأحطها في علب وكله، يمكن عبيت 3 علب على أساس أني أنا لسه ما تعرفت ولا على أي دودة. أذكر في أول دودة طلعتها ضيعتها للأسف، ويومتها بكيت وزعلت وخرجت رجعت البيت، لكن كانت هي حافز لي أني أنا أكمل بعد كذا، واشتغلت بشغل جبار عشان أطلع عدد كبير من الديدان. بعدين بعد يمكن ما اشتغلت حوالي 2 سنين شغل هارد وورك زي كذا، قالت لي دكتورة تحية يلا هنبدأ نعرف. فعرفت في الديدان العلب عندي 3 علب مليانة، عرفت فقط 10 ديدان ما شاء الله تبارك الله، 9 منها نيو جينس أو نيو سبيشيز، واحدة فقط هي اللي معادة. معادة الدكتورة تحية شفتها قبل كده في مصر. واحدة بنعرف أنا بقول للدكتورة تحية دكتورة ليه ما نسمي واحدة باسم السعودية؟ قالت لي لا ما في داعي. مشي الحال وخلصنا، ويوم المناقشة الممتحن الخارجي قال لي ناجي ليه ما سميتي واحدة باسم السعودية؟ قلت له والله قلت لا بس هي رفضت. فانتهت النقاش وانتهت المناقشة بصورة جدا جميلة، واحتفلنا كلنا بكيكة كان قدمت لي هي واحدة من الزميلات على شكل سمكة.